الكره الطايره تحت 18 سنه بالنادي الاهلي. والخبر ده بالمناسبه استكمالا بقى لسلسله النجاحات وافراح النادي الاهلي المختلفه. هذا الفريق توج ببطوله الجمهوريه بعد ما تغلب على فريق الصيد في ختام منافسات البطوله، وقيمه المباراه على صاله نادي الشرقيه للدخان. وطبعا الحقيقه شهدت اداء قوي جدا ومميز جدا من الفرقتين، ولكنها انتهت بفوز النادي الاهلي بنتيجه 3 أشواط مقابل شوطين. احنا بنتكلم ان احنا عندنا يعني نماذج عظيمه بصراحه ومشرفه جدا، سواء نسائيه او رجالي. وكمان لو هنتكلم في الخبر اللي جاي، ناشئات بقى، ناشئات الاهلي ادوا بشكل كمان جيد في مبارياتهم كانت خلال الموسم. وخليني اقول لحضراتكم مماليهم لاعبات مميزات جدا، واحنا اتكلمنا في 10 صبح في الاهلي عن نماذج منهم كتيره. فريق ليه حائط صد كمان قوي وبيتمكنه من اي مباراه بضربات قويه وزي ما بيتقال ساحق، ده اللي منح الفريق بقى التفوق عشان يحقق الفوز. وامبارح تحديدا تسلم الجهاز الفني واللاعبات كاس البطوله ميداليات المركز الاول، واحتفل الجميع باللقب اللي حققه الفريق بعد يعني عروض كانت قويه جدا، والناس كتير جدا كانت مبسوطه من المباراه. يعني فكره يا كريم ان انت تحقق فوز حلو بس انت تستمتع طبعا كمان باللعب اللي انت بتشوفه. خلينا نروح نشوف التقرير ده عن تتويج ناشئات الاهلي ونرجع نكمل. البطولة دي يعني كانت من أقوى البطولات اللي اتعملت في المواسم السابقة، وأديك حضرتك شفت المباراة 3-2، يعني كان فيهم نفس لغاية آخر لحظة، والمباراة كان فيها كل فنيات الكرة الطايرة، والحمد لله يعني الفرقتين كانوا جادرين بالأول والثاني، وكان يعني مستوى مشرف يعني يليق بالمباراة دي بصراحة الحقيقة، يعني الحمد لله. جاب بطولة نهائي جمهورية 18 سنة أنيسات، دوت النهائي لكل محافظات مصر، بتجمع كله على الدور الثمانية وبعدين دور الأربعة، دوت النهائي دور الأربعة، وصل للنهائي فريق الأهلي وفريق الصيد وفريق أصحاب بلجاد من اسكندرية وفريق وادي دجلة. وأصفرت المباريات يعني للدور النهائي، وصل الماتش النهائي الأهلي ونادي الصيد، وكانت بالحقيقه مباراه ممتعه جدا من احسن المباريات اللي اتلعبت في هذا الموسم، انتهت بنتيجه 3-2 لصالح النادي الاهلي. المباراه النهارده كانت مباراه صعبه شويه، نظرا لان نادي الصيد طبعا هو حصل على لقب السنه اللي فاتت وكان على ارضنا، فكان لازم احنا كان في عبء نفسي على الفريق جامد جدا قبل المباراه، لكن الحمد لله اللعيبه كان عنده حسن ظننا. نادي الصيد نادي فيه ناشئات كويسين اغلبهم في منتخب مصر، وطبعا اللاعبات بتاعتنا برده عندنا كميه لاعبات او عدد من اللاعبات ممتازات، يعني بيبشروا ان شاء الله بان هم يبقوا على قدر المسؤوليه في السنين الجايه. هي حقيقه كانت مباراه قويه جدا جدا، اتقابلنا قبل كده في دوري المجموعات وكانت النتيجه بالنسبه لنا كنا برده متالقين على نادي الصيد في المره الاولانيه 2-0 لحد ما وصلنا الشوط الثالث، وكانت النتيجه 24-21 لولا حصلت سوء يعني من عند ربنا لا ما اردش الفوز، وخسرنا الماتش الاولاني 3-2، وكانت عندنا اصرار وتحدي ان احنا لازم ناخد البطوله دي باي طريقه ان شاء الله الرحمن. الحمد لله، فالحمد لله من اول ما بدانا البطوله فزنا على فريق الجياد 3-0، وبعد كده مباراه دجله فزنا عليها 3-0، وكان بالنسبه لنا الماتش ده حياه او موت، وكان زي ما بيقولوا كده اخذ طار يعني، الحمد لله ربنا وفقنا وخلنا المباراه الحمد لله البطوله. الحمد لله المباراة كانت جامدة وكويسة وقدينا الحمد لله كويس كلنا ما شاء الله، الفرقتين كانوا حلوين ما شاء الله، الحمد لله ربنا كرمنا. احنا تعبنا قوي من بداية الموسم، عملنا شغل عالي قوي من بداية الموسم، كابتن جيوشي وكابتن نجلاء وكابتن يسرى تعبوا معانا، الحمد لله عملنا اللي علينا النهاردة وكان شكلنا حلو قوي. ان شاء الله الموسم الجاي هيبقى زي الموسم ده واللي فاتوا، ربنا معانا في الموسم الجاي. الحمد لله كسبنا 3-2 والماتش كان حلو والصيد فريق كويس، واحنا بس احنا احسن طبعا، وماتش بصراحه حلو وكده، والحمد لله يعني خدنا اول الحمد لله. احنا بجد مبسوطين جدا وتعبنا قوي عشان اللحظه دي ناخد الكاس ونفرح ونتصور كده، كلنا مبسوطين وفخورين بنفسنا جدا في كل تايم اوت، وكل ما نكون واقفين وكل ما الفرقه تكون بره او يحصل اي حاجه نقعد نشجع بعض ونقول لبعض ان لسه بدري، حتى لو هم سابقنا بكتير احنا نقدر، ونقعد نشجع بعض واحنا مقتنعين ان احنا نقدر عشان احنا تعبنا جدا من اول السيزون، فاحنا عارفين ان احنا نقدر وعارفين جدا ان احنا اللي هنعرف نكسب الماتش ده النهارده. انا اتصبت في تمرينه من تمريناتي كنا بنجهز فيها في الماتشات،
بس التمرينات كلها كنت بحضرها، اللي هي بعد ما وصلت انا كنت مش متجبسه بس كنت بحضرها، كنت بشجعهم عشان يعني التجهيز اهم حاجه، التشجيع اهم حاجه. اديكي شايفه النهارده والحمد لله قعدت اشجع فوق وكده وكسبنا الحمد لله. هي طبعا فريق الصيد فريق كبير قوي واحنا كنا خسرنا منه في مجموعتنا، بس الحمد لله قدرنا نتغلب عليه في النهائي عشان ما كانتش قوي الفوز والكسبان ما كانش موجود قوي في المجموعه. فدلوقتي الحمد لله ربنا نصرنا الحمد لله وخدنا اول الحمد لله. هو طبعا كان ماتش صعب جدا وماتش كان حسم لنا البطوله، فاحنا كنا مركزين فيه كويس قوي وعاملين سكاوتنج ليه فاحنا مجهزين جامد قوي ليه وعارفين نقط ضعف كل واحده فيهم، وهم ما شاء الله برضو فرقه قويه، فكانت الموضوع صعب فهو كان لازم يطلع 3-2. هي بصراحه هم المباراه كانت صعبه قوي لان احنا كنا جايين عايزين نكسبهم لان هم كسبونا في ارضنا، وهم كانوا جايين بقى مستحلفيننا ان هم عايزين بقى يكسبونا وياخدوا الكاس، مش احنا السنه فاتت في 18 ما خدناش البطوله، فاحنا كنا جايين عايزين ناخد بطارنا يعني ونفرح الناس اللي كانت جايه تشجعنا. بصراحه الجمهور النهارده كان واقف جنبنا واهالينا وناس كتير جايه بتشجعنا، فكان عندنا امل كبير ان احنا ناخد الكاس. يعني طبعا الروح دي اهم حاجه في الملعب، احنا بدون الروح ما نقدرش نكسب، دي اهم حاجه اصلا في الملعب، بالروح قدرنا نكسب معاهم الماتش ده.